محور الممانعة وقلعة الصمود، نظام العروبة وحامي الحمى، اسطوانات مشروخة يدندن بها نظام الأسد في كذبة كذبها وأجبر الناس على تصديقها، وكلمة يرددها الاحتفاظ بحق الرد. صاروخ مفاعل ديمونة. منذ ساعات قليلة شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع الجيش السوري وحلفائه الإيراني. بعدها ببضع ساعات تصرح إسرائيل بانفجار قرب مفاعل ديمونة، لتسرع وسائل إعلام النظام وتنطلق ألسنتها للقول بأنها رسالة من الدولة السورية للاحتلال الإسرائيلي. وما هي إلا دقائق لتعلن وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه صاروخ مضاد للطائرات قد انزلق عن هدفه وليس صاروخا للأهداف الأرضية، ليتم اكتشاف أكاذيب النظام وأنه لم يطلق سهما واحدا اتجاه الأراضي الإسرائيلية. الصواريخ الإسرائيلية في الأجواء السورية. منذ بداية الثورة السورية أصبحت أصوات الطائرات الإسرائيلية فوق عاصمة محور المماتعة أمرا اعتيادي، بل وشبه يومي يجول ويقصف ويرصد. ولكن نظام الأسد لم يسكت يوما عن الرد، ففي كل لحظة تنفذ طائراته وراجمات صواريخه مئات الغارات على الشعب السوري، بينما الطائرات الإسرائيلية تصلي بنيرانها جنود الأسد وحلفائه الإيرانيين. رد الأسد. بعدما أصبحت السماء السورية ملعبا للطيران الإسرائيلي زأر الأسد وأعلن أنه سيرد. أخرج الأسد منظومة اسم أتان فليتحصن العالم أجمع. في أول رد للنظام السوري على القصف الإسرائيلي أسقط طائرة لحليفته روسيا، وفي رد آخر تصيب الصواريخ السورية ضواحي لبنان، وفي خرق آخر للطيران الإسرائيلي سقط صاروخ في جزيرة قبرص. صواريخ الأسد تتحدى الفيزياء، فهي تطلق على إسرائيل ولكنها تصيب كل شيء عدا إسرائيل. كل هذه المغازلات من قبل نظام الأسد للاحتلال الإسرائيلي لم تنبع إلا من تاريخ الصراع الوهمي. منذ استلام حافظ الأسد الحكم في سوريا بانقلاب عسكري، كان لابد للأسد من حملة ترويجية ليقنع الجماهير بأنه القائد الذي لا يشك له غبار. اتفاق بين سوريا ومصر على شن حرب على إسرائيل، وكانت الحرب. اخترق بها الجيش السوري خطوط الدفاع الإسرائيلية ووصل الجنود السوريين إلى بحيرة طبرية. الرسالة وصلت، فهم الإسرائيليون ما كان يقصده حافظ الأسد من هذه الحرب، حيث كان لسان حاله يقول أن الشعب السوري شعب فدائي سيدمر إسرائيل، ادعموني ولمعوا صورتي وأنا من سيخلع أنياب هذا الشعب. وفعلاً وخلال ساعات قلبت الموازين، خسارات بالجملة للجيش السوري وإعلان على لسان حافظ الأسد بسقوط الجولان قبل سقوطه، وهي رسالة واضحة لبيع الجولان لإسرائيل مقابل تسمية الأسد ببطل المقاومة وأنه العدو العتيد للاحتلال الإسرائيلي، ليأتي الأسد الإبن ويكون كلب الحراسة للحدود الإسرائيلية خلفا لوالده المقبور حافظ الأسد. نظام الأسد عدو الشعارات، وكما قال إيدي كوهين إسرائيل تريد الأسد، هذا هو محور المقاومة، فما رأيك أنت بهذا المحور؟